يقول السائل: ما هي أقوال المذاهب الأربعة في السواك والسقيم في الصيام، وما هو الصواب من أقوالهم؟ أما الصواب فعندي منه علم، وأما المذاهب الأربعة فليس عندي منها علم. الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة، إذا استنشقه تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم.